استمرار لمسيرة العطاء اللامحدود لدعم أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في مواقع الشرف والبطولة. أبناء مديرية معين يقدمون قافلة غذائية لدعم المجاهدين. استجابة للنداء الوطني والإنساني تجاه ما يمر به الوطن من عدوان غاشم يقوده آل سعود ومن تحالف معهم على يمننا الغالي، نظم أبناء مديرية معين وشملان قافلة غذائية دعما لمواقع الشرف والعزة. هذه القافلة مقدمة من مديرية معين أبناء حي شملان ومذبح، مقدمة للرجال البواسل الذين بذلوا أرواحهم من أجل عزة ورفعة أبناء هذا الوطن ودحر الغازي الظالم على بلادنا. نحن أبناء مديرية معين نقدم هذه القافلة لأخواننا في الجبهات، ونقول لهم نحن يعني مستعدين لأي تضحيات بالرجال وبالشهداء والسلاح وبما يشتهوا كل أخواننا في الجبهات. احنا مستعدين، لو بقى ما عاد بقي مننا واحد، ندافع على أرضنا ووطننا مهما كان لنا، ولا يهمنا لا آل سعود ولا بلاكوتر ولا أمريكا ولا غيرهم ولا الصومال ولا لو يوالفوا العالم كله. مستعدين نضحي بالبقية كلهم مهما كلفنا الأمر ومهما كلفنا من تضحيات، نصرة لليمن ونصرة للحق ودفاعا عن الأرض والعرض والوطن. نقاتل حتى آخر قطرة من أدماءنا، وسوف نلحق في دمك يا همداء، وسوف نقاتل ونقاتل ونموت ونموت حتى آخر قطرة من عدمان. المنظمون يؤكدون بأن هذه القافلة ما هي إلا غيظ من فيض سبقتها قوافل وستتبعها قوافل، معلنين استعدادهم الكامل لرفض الجبهات بالرجال والسلاح. هذه القافلة إحدى القوافل التي قد خرجت في هذه الأيام، وتخرج العديد من القوافل لدعم ولرفض جبهات القتال، جبهات الدفاع عن الحرية وعن الكرامة وعن الشرف. هذه الجبهات التي تواجه الأعداء أنجس وأكثر الأعداء على هذه الأرض، الذي يحاولون انتهاك هذا البلد وتدمير هذا البلد واحتلال هذا البلد. أبناء مديرية مذبح قدموا كثير من القوافل، أيضا أبناء يعني حي مذبح وأبناء حي شملان وكل أحياء مديرية معين قدمت كثير من القوافل، وهذا العطاء ما زال مستمر. هذه القافلة تأتي تزامنا مع الاحتفاء بأسبوع الشهيد، ليجدد اليمنيون من خلالها العهد بأن دماء الشهداء والأبرياء لن تذهب هدرا. الروح بالدم نفديك يا يمن، الروح بالدم نفديك يا يمن.